الساحة، فقيها رحابة يهتمان بالبيت وفضاء البيت وسقف البيت. هذا الذي خطر لي هو القائل: ولما رأى عشاق سلمى تسنني بسنتها صاروا كما شئت شيعتي. فعندما ذكر سلمى أخذني إلى هذه الخاطرة، ولكن فكرتي قبل المجيء، الإخوة دائما أهل الاتحاد العالمي المؤلفين باللغة العربية يحبون هذا السيد ويحبون من يحبه لاعتبارات كثير دقيقة وعميقة. نقول: قل لي بماذا تفكر أقول لك من أنت. والإمام الحسن عليه السلام له كلمة كثير دقيقة أيضا يقول: التفكر أب لكل خير وأم. لذلك نفترض أن الإنسان هو سليل تفكيره. سيد محمد صادق الصدر مفكر بماذا؟ مفكر بصاحب الزمان. موسوعته بصاحب الزمان معروفة لديكم. إذن قل لي بمن تفكر. سيد صدر يفكر بصاحب الزمان، همه شغله الشاغل ونعم الهم الذي يزيل كل هم. ولكن الفهم كما أقول عنه بروح الشريف الرضي: الفهم ألف هم وكل هم يحتاج ألف همة، وعلى السادة أن يتحملوا هذه المسؤولية كما يقول نقيب الأشراف: يا نفس من هم إلى همة فليس من عبء الأذى مستراح. هذا الفكرة الأولى، تحية للسيد اللي عارف المتفضل. أما نحن كما قلت يفكرون معنا سادة في الاتحاد بتقدير هذا السيد الذي له مثلا بالأمس افتتحوا على الانترنتات العالمية وطالبوا عدة أشياء عن السيد محمد باقر. سيد محمد أيضا حبيب وهو شيخ وسيد هذا السيد. طالعوا من الموسم نت يتحدثون عن هذا السيد آية الله العظمى السيد الشهيد محمد ابن محمد صادق ابن محمد مهدي بن إسماعيل بن صدر الدين محمد الموسوي المعروف بصدر. يتحدثون عن ولادتي عن عن عن، لكن الذي استوقفني هو أنه صنع موسوعة الإمام المهدي في 4 أجزاء: ما وراء الفقه في 10 أجزاء، فقه الفضاء الجديد، منة المنان في الدفاع عن القرآن. إذن منة المنان في الدفاع عن القرآن كثير مهم، ب50 يقدر ب50 مجلد، غير فقه الأخلاق وغير القانون الإسلامي. معلومة: منة المنان في الدفاع عن القرآن ب50 مجلد صنعها السيد محمد صادق. هاي معلومات الاتحاد عنه. الفنانين عندنا صنعوا شيئا ما له، لكن رغم هذه الصناعات التي منها نساء الصالحين المهدي، منها مثلا ومضيت بنور الله من كلام أمير الكلام وحكيم الإسلام، الذي باغتني عند صلاتي ما بين المغرب والعشاء باغتني أمر آخر، وأنا أقول لكم فقط هذا المبارك. كتبت هذه المبارك
في ضيافة السيدة زينب، نحن وروح هذا السيد العظيم الحبيب. الرباعية تقول هذا آخر شيء كتبته في هذا الشأن، في هذا الاتجاه، زمان جمال الطهر، زمان جمال الطهر، نظرة زينب وكل بلايا الكون هبوة ملعب. زادت غبار طائرة بالملعب من الملاعب، هذا كل بلايا الكون في رأي هذه البطلة وأبنائها والمقتدين بها. إذا زمان جمال الطهر، نظرة زينب وكل بلايا الكون هبوة ملعب بقولة كن، كل الأماني تحققت، محمد والمهدي بالأم والأب. Yeah.
السيد كما نقول في أرواحنا لهذا السيد الذي كان